وي اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف كتشوفوا هذا فيديو خاص غير بالخديات، يعني الوان زوينه بزاف، يعني راه تقريبا شفت كل شيء. و يا ديك صورته وقلت ضروري ما نشاركه معكم. كيف كتشوفوا اللوينات فيهم، يعني بزاف بزاف كاين بزاف ما يتشاف. ومن بعد غتكون ثاني ساعات حائطيه وديكورات حائطيه، يعني في كاين ما يتشاف، يعني ما تفلتو حتى شي حاجه. الواحد بعدا ياخذ غير نظره يعني على الديكورات وعلى الخديات وعلى بزاف الحوايج بزاف الحوايج. يعني تبارك الله هذا المحل فيه كل شيء كيف قلت لكم، وكبير بزاف. هي هذيك باش ما يجيش الفيديو بزاف، راه تقريبا قسمت يعني كل حاجه بوحده. شوفوا هذا الديكور كي داير زوين، مزال بزاف هاد ديال هذوك الخديات وديال يعني يعني خديات بجميع الالوان، وفيهم حتى دي موتيف متنوعين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، يعني ما تفلتوا حتى شي حاجه. ولا وكل وحده تقول لي يعني من بعد غادي تجي واحد يعني ساعات حائطيه وديكورات حائطيه، كل وحده تقول لي في التعليق اش من ساعه حبيتو او لا بغيتو، اش من ديكور حائطي بغيتو، كل وحده تقول لي لو شوا ديالها. يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق الزوين.
Okay, fertig.